هلا بالحلوين، ابو سيرم از باك. تريدات الميجا العشوائيه بارت 3. طبعا عيال قبل لا نبدا بوريكم رسمتي، واتمنى انها تكون حلوه يعني. طيب طبعا انا هنا رسمت زي ما تشوفون ديناصور، ما اعرف هذا ديناصور ولا دجاجه يعني. ورسمت هنا ميكي ماوس زي ما تشوفون. فبالله اكتبوا لي في التعليقات اذا رسمي حلو ولا لا يعني. طبعا انا الاطفال يرسمون احلى مني وافضل مني للاسف. انا سقطت في ماده الرسم او الفنيه في المدرسه 3 مرات، وكان ابوي يجلدني، وكان ابوي يقول لي ارسم دجاجه. كنت ارسم، ما ارسم دجاجه، كنت ارسم بطه. طيب واحيانا يعصب علي يقول لي ارسم حصان، اذا ارسم حصان يطلع فيل، واذا جيت ارسم فيل يطلع حصان، كيف؟ لا ما ادري والله. فتعذب ابوي مني يعني، خلاص يعني ابوي صار مخيلته يقول لي ارسم جمل، ارسم ديناصور، وهو يبغى ديناصور بس لازم يقول لي جمل عشان ارسم ديناصور. فانا ما ادري، عندي مشاكل يعني. فما علينا يا عيال، اليوم عندنا تريدات ميجا عشوائيه. خلونا نشوف الانفنتوري اليوم. راح ما اعرف اذا بختار حيوانات حلوه او لا، فخلونا نختار كالعادة ميجا فروست. طبعا بسجل هنا في هذا في اللون الوردي، راح اخذ واحدة واقسمهم نصفين. اوكي طيب، واحد ميجا فروست يا معلم. تبون شطة بلا سخافة يا محمد. الثاني ميجا دودو. الثالث راح اخليه ميجا ويفيرن. طيب هذا الاخضر الكبير هذا. يلا الحين جاء دور نعطيها كذا. طيب نسكر هذه، عفتها كويس بقى. يلا طبعا عيال، اللي قاعد يشوف الفيديو ما حط لايك بليز، حط لايك تكفى بليز. واللي ما اشترك بليز يسوي الاشتراك. اوكي يعطيكم العافيه على دعمكم، صراحه دعمكم كويس يعني، يعطيني حافز اني استمر واكمل واطور في الانفنتوري وكل شيء. اوكي فيلا نقول بسم الله. طبعا لازم تبتسم، اذا ما ابتسمت ترى ما راح تجي كويس. ميجا فروست، ما راح تفهمون خطي اصلا، حتى انا طبعا برضو رسبت في الخط. ما علينا حلوين، خلونا نطلع الميجا فروست. والله اتمنى طبعا، لحظه قبل لا نبدا كل شيء، اتمنى اني احصل مقابل له. وقبل كل شيء عيال، راح اسوي الحركه هذه. في بنت اعتقد في التعليقات قالت لمحمد روح الجفت عشان تنتقل مباشره، انا ما قد سويتها. تقول لي اضغط الزائد، ايوه تليبورت سنتين توي اكتشف الطريقة هذه. اوكي وصراحة يعطيها العافية على المعلومة هذه. اوف 45 شخص، يا رب مقابل حلو يا رب. قاعد اشوف زرافة. لا يا القهر ابو صيرم، لا يقهرونك ابو صيرم. عندك ميجا شادو، عندك ميجا شادو. يلا نقول يا رب اني القى مقابل. خلنا نكتب طيب يا عيال، هذا عنده ميجا سلحفاة، يا رب انه يوافق. فما اعرف اذا عدل او لا، خلونا مثلا نوافق. طيب هل تعتقدون انا اللي ازود او هو اللي يزود؟ طيب زود كلاين. لا يا ابو سيرم، لا ينقهرونك يا ابو سيرم، انا انقهر اللي يسوي. طيب هذا تريد. لا طيب يلا يا حلوين، جانا تريد. خلونا نشوف. طبعا واحد نيون، اثنين نيون، و واحد اثنين ثلاثة أربعة. ديم. طيب فيه ميجا هذا، وفي ميجا كات، فما أعرف هل أوافق يا عيال ولا لا.
ما اعرف احس خسارة يعني، لو مثلا باخذ الاثنين الفروست عندي اثنين برضو هنا، اقدر اسوي ميجا فروست مرة ثانية واخذ الحيوانات هذه يعني، فما اعرف اوافق ولا لا. ما اعرف والله ما اعرف، بس انا في ميجا ويلبر تريدنج ما ادري ايش اسمه الصعب هذا يعني. لا يا حبيبي اسف، يلا التريد اللي بعده. طيب يلا حلو، لقينا هنا برضو تريد، اتمنى اني اطلع مقابل كويس. ايش ال لا 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 ايش هذا، مستحيل. ايش لا لا مستحيل مستحيل، هو كاتب لي يفكر انه ميجا فروست دراغون. طيب اعتقد هذا نفس الشخص او لا، ما اعطيني ثلاثة نيون وفروست، المفروض اني ازود يعني اللي عندي ميجا يعني ثلاثة. في ناس ترضى في ناس ما ترضى، انا ما راح ارضى. فما اعرف نو واي، كلهم توينكل، ايش هذا؟ طيب اتوقع راح يقبل، ما اظن انه راح يقبل يعني. ميجا كانجرو، مع اني ما احب الميجا كانجرو والله. طيب سوى ديكلاين، ما علينا. نروح للشخص الثاني، ما عليه. طيب جانا تريد، خلونا نشوف ايش ايش هذا الرينبو راتل، اشوفها مع كل الناس ويقولون انها نادرة. لا يا اخي بلا طقطقة، لا احد سوق الهبل علي. بصيرم خلاص اذا ما لقى عرض خلاص يعني معناته يطلع الميجا شادو، هذه نهايتها، هذه نهايتها كذا بصير. من ذا ما لقى عرض خلاص يعصب. يلا جانا، طبعا انا بشوف الاوفر ايش اللي راح يعطوني مقابل الميجا شادو. يلا اتحفوني. ميجا جراف وتورتل ميجا ونيون، والله اوفر صراحة بطل، لكن خلوني افكر يعني، هذه خلاص ابو سيرن تعب. طيب وش برضو رندر، اوه غزال بدون ركوب ديم برضو، ما كينج ذا مونكي كينج، طبعا يعتبر نادر المونكي كينج يا عيال. فللأسف للأفس فلامينجو كراكوديل، تورتنو بوشن. وبس عيال هنا كان الفيديو، اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك، كان معكم محمد او بصيرة، مع السلامة.